بالنسبة للسؤال الأول، هو بيقول إن في واحد اسمه جونز أو سيدة عندها 10 كتب وتبغى تحطهم في الرف حق الكتب. الـ10 كتب هذه 4 منها رياضيات، و3 كيمياء، و2 تاريخ، و1 كتاب لغة. طيب السيدة هذه هي تبغى ترتب الكتب حيث أن كل الكتب تكون بنفس يعني مثلا في نفس الرفوف، تكون مثلا كيمياء مع بعض، و تمام يعني كل مادة من المواد الأربعة دي تكون مع بعض. بكم طريقة تقدر ترتب كتبها؟ لاحظوا معايا، أول شيء راح استخدم المضروب، أوكي. الشيء الثاني هنا بيقول لي شو اسمه، أنا موضحها هنا. أول شيء عندي 4 أنواع من الكتب، بعدين وعندي كمان إذا 4 أنواع من الكتب يعني أنا عندي 4 طرق للترتيب، 4 فاكتوريال، هذا أول شيء. طيب في كل توبيك، في كل مادة من المواد أيضا عندي التالي: 4 مواد من 4 كتب من الرياضيات، 3 كيمياء، 2 تاريخ، 1 لانجوج. معناتها أقدر أقول عندي 4 فاكتوريال شيء يعني اللي هو المضروب، يعني 4 كتب، 4 × 3 × 2 × 1، 4 رياضيات، 3 كيمياء، 2 تاريخ، 1 لغة. ف هستخدم بس البرودكت رول حق المضروب. بكل بساطة أول شيء 4 فاكتوريال دي اللي في برا هذه، هذه عبارة عن أنا عندي 4 أنواع من الكتب بشكل عام أو 4 طرق. طيب 4 طرق، بعدين عندي الكتب أيضا لها عدد: 4 فاكتوريال ضرب 3 فاكتوريال ضرب 2 فاكتوريال ضرب 1 فاكتوريال، 4 حقت الرياضيات، 3 كيمياء، 2 تاريخ، 1 لغة. والأربعة الفاكتوريا اللي برا هذه إيش؟ حق 4 طرق بشكل عام، حق 4 أنواع، أوكي؟ طيب السؤال الثاني قال لي how many different letter arrangement can be formed from the letters. هذا القانون اللي هو اللي كان لو أنا كان عندي repeated من in experiment، أوكي؟ أول شيء كيف حلها؟ طالع أنا عندي عد كم الحروف عندي بشكل عام: 1 2 3 4 5 6. فالان عندي 6، هذا اول شيء. طيب بعدين اشوف هل في تكرار الحروف؟ نعم في، مثل حرف البي عندي 1 2 3، وعندي حرف الاي مكرر مرتين، وحرف الار مكرر مره واحده. فانا عندي التوتال اول شيء الان في البسط حيكون عندي قانون هذا اللي استخدمه، ان فاكتوريال 6 على مضروب الشيء اللي تكرر عندي البي 3 مرات، يعني 3 فاكتوريال ضرب ال 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 اي تكرر مرتين في 2 فاكتوريال ضرب ار تكرر مرة في 1 فاكتوريال. زي سؤال واحد بس، اللهم ايش اللهم ان ايش نستخدم قانون اللي هو يكون عندنا القانون هذا اللي موجود عندكم في السلايدز، في اوضحها لكم او اجيب لكم القانون بالضبط. وينه؟ ثواني بس، اللي هو إذا ما خاب ظني في شابتر 2 أو حاجة كذا، بس بوريكم مكان القانون هنا. لا في شابتر 2 هنا، يا 2 يا 1، واحد منهم يعني، أوكي هنا. يعني أول سؤال استخدم مبدأ العد الأساسي هنا، إذا أنا عندي أكثر من experiment أضربهم في بعض عادي M في ال N هنا، وهذا هو أوكي. زي example 2 MB، أوكي. طيب أما السؤال الثاني استخدمت عليه بالطريقة اللي هي حقة الحروف، لا حقة الحروف هذه المضروب هنا وهنا زي هذا تقريبا،
القانون حقها هذا هو قاعة البرميتيشن الثانية. إذا أنا عندي البرميتيشن كان إيش مختلف معنى آخر الايتيمز مطابقة. أنا عندي حرف البي مكرر 3 مرات والإي مرتين والآر والآر مرة واحدة فرح استخدم هذا القانون فوق التوتل تحت المضروب الفاكتوريا اللي هو التكرار. أوكي زي هذا برضو زي هذا المثال تقريبا نفس الشيء بالبرميتيشن رول نمبر 2. طيب السؤال رقم 3 فكرة إيش يقول لك in order to play a game of a basketball 10 children at playground divide themselves into 2 teams of 5 each how many different division are possible. ركزوا معي هنا يقول لك بيلعبوا كرة سلة 10 أطفال هم قسموا نفسهم لمجموعتين. ركزوا معي يعني هم نفسهم قسموا نفس الفريق لمجموعتين يعني مش فريق لحال فريق ايه وفريق هم قسموا نفسهم لمجموعتين كل مجموعة 5 يعني ايش المجموعتين يلعبوا مع بعض ممكن يلعبوا مع بعض. طيب بكم طريقة التقسيم ممكن تكون متاحة فرح استخدم الكومباينيشن هنا. لو نرجع اول شيء الترتيب مش مهم هذا اول شيء. اوكي يعني هو زي اكزامبل 4A لكن هنا اكزامبل 4. اوكي ركزوا معي اكزامبل 4 والفرق بينه وبين السؤال في الكويز انه اكزامبل 4 هو قال لك انا عندي تمام اختار 3 من 20 اوكي اما هي الاكزامبل هذا اوكي هو عنده 10 طلاب لكن قسم له مجموعتين والترتيب ما ذكرش عن الترتيب اوكي فيكون 10 كومباينيشن 5 لكن ركزوا معايا ليه قسمت على مضروب الاثنين لانه كل جروب تمام اوكي يظهر انا قلت ممكن يلعب يعني يلعب مع التيم مع المجموعه الثانيه في سيلف فعشان كده انا قسمت على مضروب الاثنين اوكي قسموا على نفسهم هم يعني قسموا على تقسيم المجموعتين هذه انا قسمت على الاثنين لهم مجموعتين فعشان كده قسمت على 2 فاكتوريالز اوكي 10 كومباينيشن 5 لو كان قال لي انا عندي مجموعه A ومجموعه B وما قسمتهم بدون كلمه ثيم سيلف لكن هنا قسمهم ايش على قولتك ثيم سيلف يعني قسموا نفسهم يعني هو مجموعه وهم اساسا جروب واحد مش جروبين عشان كده ضربت على 2 فاكتوريا. طيب هنا التالي قانون توزيع الباينوميال ونفس الاختيار اللي نحطه. بالنسبة للسؤال الأخير أساسا أنا بحثت عنه وما لقيت الاختيارات أو الحل في الاختيارات. ليش؟ أول شيء خلينا أفتح ذا عشان نكتب. طيب نرجع الآن هيشوفوا دقيقة بس الآن هنا في تعديل على الحل هذا. أنا هو بيقول لي إنه هذه اللي اسمها جي مدري اسمها عندها إجازة وفي احتمالية إن تحب كتاب الأول الكتاب الأول مثلا نسميه بي 1 بوك ولا أي حاجة واتيفر نسميه مثلا بي 1 يساوي 0.2 واحتمال الكتاب الثاني 0.3. طيب احتمالية البوث كلمة بوث معناها التقاطع يعني تقاطع الأول مع الثاني يساوي 0.3 أوكي ركز معي احتمالية أن تأخذ الكتاب الأول تحب الكتاب الأول 0.2 وكتاب الثاني 0.3 وتقاطعهم 0.3. طيب ما احتمالية أن ما تحب ولا كتاب أوكي فهذا معناته عكس إيش الحدث الحدث أن تحب إيش إما الكتاب الأول أو الكتاب الثاني أو كلاهما اوكي يعني انا بجيب ايش احتماليه ان ما تحب الكتاب الكومبلمنت فكيف احلها اقول من القانون بي اي اتحاد بي
الايه احتمال الكتاب الاول، البي احتمال الكتاب الثاني، عباره عن ايش؟ احتماليه الاول قانون زائد احتماليه الثاني ناقص التقاطع. يعني كيف يا مصعب؟ يعني اجمع 0.2 احتمال الكتاب الاول زائد 0.3 ناقص التقاطع، وكم 0.3 2 و3 5 5 ناقص 3 كم فيها؟ 2، فأطلع عندي 0.2. هذا هو احتمالية ايش؟ انه هذا احتمالية اتحاد بي على الخط 0.2. الان هذا هو الحدث كامل. طبعا انا ابغى احتمالية انه ايش ما تحب ولا كتاب، فاجيب الكومبلمنت له. الكومبلمنت عبارة عن 1 ناقصا 0.2 والجواب يساوي 0.8، فهنا الجواب 0.8 ولا 0.7. واضح ان شاء الله؟ دقيقة بس شوفوا هذا الحل. اوكي، هذا التقاطع، هذا قانون. انت تجيب القانون دابعين وقول 1 ناقص الحادثة المتممة. واضح ان شاء الله؟ بس